السلام عليكم. اليوم نتكلم على موضوع جديد يتعلق بتهيئة المناطق الرطبة حول مدينة عنابة. وللعلم أنه مدينة عنابة عندها يعني عدة بحيرات محيطة بها ومناطق يعني رطبة يعني أوميد إن زون أوميد، ويجب هذا كل هذه يعني المناطق يجب يعني تهيئتها وجعل منها فضاءات خضراء غناء، وكذلك تهيئة مناطق للراحة وتعميرها. يعني والتعمير ليس بالضرورة بناء سكنات أو بناء عمارات، التعمير هو الفيابيليزاسيون، يعني بناء هياكل الإنسان يقدر يتمشي فيهم، يعني مسالك وتهيئة الشواطئ نتاع البحيرات هذه، وخلق فضاءات حدائق وتوصلها مع المحيط الحضاري وجعل منها مناطق للنزهة. إذن هذه هي المشروع الرائع والهام جدا والنوعي الذي تطرقت إليه السلطات في ولاية عنابة. وكذلك يعني للعلم انه فيه كذلك يعني بالنسبه لمدينه وهران فيه عده بحيرات يعني دايره بالمدينه تاع وهران، ممكن تهيئتها وضمها للنسيج تاع المدينه ككل، يعني بهيكلتها ويعني تهيئتها بطريقه علميه بخلق فضاءات وحدائق وغابات ومساحات أنت تنزه حول المدينة. إذن ماذا بنا إن شاء الله هذه المشاريع النوعية والتعلي يعني تخدم البيئة وتخدم يعني التنمية المستدامة. هذه هي التنمية المستدامة لتكون صديقة للبيئة ولا تهدم البيئة وتحافظ على التوازن الإيكولوجي لهذه الأماكن يعني الرطبة. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.